أربعة أيام لا تضاهى فرحتها بتجهيزاتها بأضحيتها وبعيدياتها ترسم بهجتها. أيام عيد الأضحى المبارك والتي تتسم بطقوسها وأجوائها المميزة والخاصة بها. يستقبل أهالي الشمال بهجة العيد بفرحة تدفعها جيوب الكبار لإسعاد الصغار. ما بين أسعار باهظة ودخل محدود تكمن فرحة حلول العيد بلبس جديد. بالنسبة لحركة الأسواق في العيد ضعيفة جدا، الوضع سيء جدا، الأسعار صح القطعة غالية والأسعار غالية، لكن الوضع مش وضع أعياد ولا وضع أسواق كشوفت عينكم في أسواق العيد. لقينا الأسعار شوي غالية كتير وركود يعني بالسوق، بس الحمد لله رب العالمين التجار أصحاب المحلات يعني شاعرين معنا وواقفين معنا والحمد لله أسعار كويسة والحمد لله، مع أنها الأسعار يعني شوي غالية بس الحمد لله براعوا شعور المواطن ووضعه المادي. بالنسبة للحركة الشرائية طبعا إحنا شايفين الوضع الآن من رمضان الماضي والعيد الماضي إنه الحركة التجارية عم تتراجع، يعني إحنا بالنسبة كمحل تجاري عندنا أرشيف سنوي عم نطلع الأرشيف العام الحالي والعام الماضي، هالتراجع حوالي نقدر يعني أقدر لك إياه حوالي 80% من المبيعات. خروف العيد السمة الأبرز وسنة الأضحى التي لم ولن تتغير بالرغم من تفاوت أسعارها، ارتفاعات سنت سكينها هذا العيد على جيوب المضحيين. طبعا أسعار الخراف احنا بنلاحظ فيها ارتفاع، يعني الخروف اللي كنا نأخذه مثلا السنة الماضية 250 دينار السنة هاي قاعدين بطلبوا فيه 300 دينار، بنعرف شو سبب الارتفاع، فبنسأل يعني في تفاوت بين مكان ومكان آخر بنفس المدينة. بالنسبة للإقبال كان الإقبال ضعيف لحد ما، وبالنسبة لإزالة ما بعد العيد بالنسبة للأوساخ أو لمكان الأضاحي حيكون اتفقنا مع رئيس البلدية. وبالرغم من جمال المشاعر الإيجابية التي تتركها شعائر الأضحى المبارك، لابد من لفت الانتباه إلى المحافظة على نظافة المنطقة بتحديد مواقع محددة لبيع هذه الأضاحي وتصريف أي مخلفات ناتجة عنها بعد الذبح. كان هناك في بلدية غرب إربد ترتيبات لموضوع الأضاحي المنتشرة في منطقة بلدية غرب إربد، حاولنا أن نعمل تسوية مع التجار ومع المروجين لهذه الأضاحي على انه نحدد موقع محدد لهذه الاضاحي، ومن ثم احنا يعني كبلديه قمنا بدورنا على اكمل وجه بانه سيرت شفتات مراقبه على مدار 24 ساعه، بالاضافه انه يكون هناك سيارات تحميل للفوارغ ولاي مخلفات من جراء هذه الاضاحي. عيد الأضحى المبارك بما يفرضه على الامه الاسلاميه من معالم السعاده وفرحه الجماعه، رغم قلة الإمكانيات وارتفاع الأسعار تبقى له ميزة. نسأل الله أن يعيده علينا بكل عام. براء أبو همام لبرنامج من نوفينا.